بنت نور مثل عبده لا عبده وكفى تشوميلا شوميلا شوميلا يا مبلش على المركز الثاني بالشعار بالهايلة ولكن نعود بالشوط اللحظات الأخيرة ناموس الشوط الرئيسي ناموس الشوط الرئيسي يقترب من بشاش وبشاش يفوز بناموس هذا الشوط تهانينا والناموس لراشد بن عبد الله بن علي بن حمد ألف هيدا المري على فوز بشاش وتحقيقه للإنجاز محمد بن عبد الله شفحة تستاهل فوز بشاش وانتزاعه لأقوى أشواط الثنين القاعدة تستاهل خير وعافية مش سلالة بشاش أبوه البصير إنتاج أم الزبار ولد شراب العود وأمه من الإنتاج إنتاج أم الزبار وأبرز مشاركاته في هذا الموسم أبرز مشاركاته حاصل على الشوط الرئيسي المحل الثاني أول اشتراك له بعد الفحص والمحل الثالث أفضل توقيت والشوط الرئيسي الثنائي القدام قبل الفحص ثاني نعم أبو عبد الله أنت شاريه من مزاد الخيري التابع لأم الزبار أنت يوم شريت القعود وش سنه وش إنجازاته شريته يا طويل العمر والسلامة لقي يروح جدا والقعود إيش كان إنجازاته يوم شريته إنجازاته يا طويل العمر والسلامة منافس على السيارات نعم وخدته وركض عندك لقي ولا جدا ركض عندي لكن البعير ما جهز إلا من بعد المؤسس نعم وين مش مراكبه؟ منافس على السيارات ومنافس المحليات البي... السنه اقوى منه الموسم السنه هذه غير الثاني له البعير قد هو جاهز وعليه ان شاء الله اقصر وما بعد به جهوز اول اشتراك له المحل الثاني من ناحيه الاشتراكات ما بعد به جهوز لكن جهوزه افضل منه يوم خذيته مشري من المزاد لانه كان مفلول البعير نعم هذا الفوز انه مسلم انت يا ابو عبد الله أهديه للوالد والداعم الشعار عمي بن ناصر عمي ناصر بن علي الشبحة والمحبين شعار الشبحة الله وجهك وجعلنا مسندين وشكرا جزيلا وجهك أبيض